بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب التوجيه اليوم رح ناخد الدرس الثاني من الوراثة الغير مندلية، الصفات متعددة الجينات. طبعا تعريف شو هي الصفات متعددة الجينات مهم جدا، موجود عندكم في الملخص اللي بين ايديكم او الدوسية، وهي عبارة عن صفة تنتج من جينات عدة، عشان هيك سميناها جينات متعددة او صفات متعددة الجينات. من الأمثلة على الصفات متعددة الجينات لون الجلد في الإنسان. طبعا ليش لون الجلد في الإنسان؟ لأنها صفة تخضع للتدرج، يعني ما بنلاقي بني آدم لون جلده غامق وبني آدم فاتح، بنلاقي غامق أفتح أفتح، فاتح جدا غامق جدا وإلى آخره. على بشكل عام كل الصفات التي تخضع للتدرج يتحكم بها جينات متعددة، زي مثلا الطول في الإنسان برضو يتحكم به جينات متعددة، الذكاء في الإنسان، حجم البيض في الطيور، كلها بتحكم فيها جينات متعددة. هلأ لو أخذنا لون الجلد في الإنسان، فرضنا إنه في لون الجلد في الإنسان يتحكم به ثلاثة جينات، الجين A والجين B والجين C، يعني رمزنا لهم للثلاث جينات بالرمز A وبالرمز B وبالرمز C. هدول الثلاث جينات لو عبرنا عنهم بالطرز الجينية التالية، طرز جينية التالية، يعني لو أنا أخذت الجين A، إذا كان الجين A عبرنا عنه بقليلين نقيين سائدين، الجين B نفس الفكرة، والجين C بعطيني طراز جيني لشخص، طراز جيني زي ما تعلمنا الرموز هي الطراز الجيني. هذا الشخص طرازه الشكلي بيطلع غامق. ليش غامق؟ لأنه الأليلات الستة كانت سائدة، الأليلات الستة سائدة، عندما تكون الأليلات الستة سائدة بيكون عندي لون البشرة غامق، بمعنى أنه الجينات الثلاثة عبرنا عنها بستة أليلات سائدة بعطيني لون البشرة غامق. إذا كانت الست أليلات متنحية، الست أليلات بيعطيني الطراز الشكلي لون البشرة فاتح. هل يتدرج اللون من الغامق إلى الفاتح اعتمادا على عدد الأليلات السائدة الموجودة في الطراز الجيني، فكلما كان عدد الأليلات السائدة أكبر كلما كان اللون أغمق. لاحظ هون عدد الجينات السائدة الست سائدات، إذا اللون غامق. إذا كان عندي ما في عندي جينات سائدة بيكون اللون فاتح فاتح جدا، في حين لو أنا أخذت الطراز الجيني مثلا الغامق A capital A capital A B capital B capital C capital C capital، هذا غامق. كلما قل عدد الجينات أو الأليلات السائدة كلما قلت درجة اللون، صار اللون يميل إلى الأفتح. مثلا لو كان عندي الـ A capital A small B capital B capital C capital C capital، هذا طراز جيني بيعطيني طراز شكلي أفتح من الطراز اللي قبله. لو أنا أخذت A capital A small B capital B small C capital C small، طراز جيني بعطيني لون متوسط. ليش لون متوسط؟ لأنه عدد الأليلات السائدة مساوي لعدد الأليلات المتنحية، في حين لو أنا أخذت A small A small B capital B small C capital C small، طراز جيني بيعطيني لون أفتح من الطراز الجيني اللي قبله. وهاي الجينات بنسميها جينات متعددة تراكمية. ليش نطلق عليها مصطلح الجينات التراكمية؟ لأنه تعتمد على تراكم الأليلات السائدة، كلما زاد عدد الأليلات السائدة في الطراز الجيني كلما كان اللون أغمق. لاحظ هون عدد الجينات السائدة أو الأليلات السائدة 2، هون 1 2 3 هذا اللون أغمق من هذا، هلأ هون 1 2 3 4 5 هذا اللون أغمق من هذا، هذا 6 هذا اللون أغمق من هذا. إذا كلما زاد عدد الأليلات السائدة في الطراز الجيني كلما كان اللون أغمق. هلأ في بعض الحالات بسألني مثلا، بيسألني سؤال، ممكن يسألني لديك الطرز الجينية التالية، هاي طراز جيني وهي طراز جيني وهي طراز جيني، هاي الطرز الجينية لها نفس التأثير، نفس التأثير، ليش لها؟ يعني لها نفس اللون، تعطيني نفس اللون، لون البشرة هون نفسه هون نفسه هون، مع العلم إنه الطرز الجينية تختلف، هاد طراز جيني يختلف عن هاد ويختلف عن هاد. ليه؟ لأنه هاي عبارة عن صفات يتحكم بها جينات أو متعددة الجينات وهي تراكمية. يعني أنا عندي هذا الطراز الجيني بيعطيني طراز شكلي نفس الطراز الجيني هاد ونفس الطراز الجيني هاد، إلهم نفس الطراز الشكلي أو نفس لون البشرة لأنه يتحكم بهذه الصفة
جينات متعددة. لو أنا إجيت على الليلات السائدة هون 1 2 3، هون 1 2 3، هون 1 2 3، إذا هدول إلهم نفس الطراز الجيني. هلأ لو طلعنا على الأسئلة اللي في الملخص المفروض تحلوها، اللي هي عندي هون مثلا: تمثل الطرز الجينية التالية ألوان متباينة، والمطلوب أي الطراز، أي الطرز يمثل أغمق لون. أغمق لون، هدول طرز جيني بده أغمق لون. أغمق لون يعني اللي يحتوي على الليلات السائدة بصورة أكبر. أنا عندي 1 2 3 4 هون سائد، 1 2 3، 1 2 3، إذا أنا عندي هاد هو الأغمق. ليه؟ لأنه عدد الليلات السائدة فيه أكبر. طيب حدد الطرازين الجينيين اللذين لهما نفس التأثير. مين اللي لهم نفس التأثير؟ اللي عدد الليلات السائدة فيهم نفسها. أنا عندي هذا وهذا، هذول التنين لهم نفس التأثير. ليه؟ لأنه عدد الليلات السائدة هون عندي 1 2 3، وهون عندي 1 2 3، معناته بيعطوني نفس التأثير أو نفس اللون. طب أي الليلات اللي هون أو أي الطرز الجينية لهم بيعطوني الطراز الجيني الأفتح؟ بلاحظ انه هذا بيعطيني افتح لون. ليه؟ لانه عدد الليلات السائده فيه اقل شيء. في عندي سؤال برضه، سؤال 3: لديك الطرز الجينيه الاتيه للون الجلد في الانسان، هي معطيني اياهم، والمطلوب ما نوع الوراثه؟ ما نوع الوراثه لهذه الصفه؟ ونوع الوراثه اول شيء بنقول غير مندليه، وهي صفات متعدده الجينات. اذا ضروري احكي انه الوراثه غير مندليه، وهي الصفات متعددة الجينات، اللي هي عنوان الدرس. أي طرز الجيني يمثل شخص غامق جدا وشخص فاتح جدا. غامق جدا يعني عدد الليلات السائدة بتكون أكبر. لاحظ، خلينا نشوف مين الغامق جدا. هون عندي 1 2 3 4، هون عندي 1 2 3 4 5 6، إذا هذا بده يكون غامق جدا. طيب الفاتح جدا اللي بده يكون أقل عدد من الليلات السائدة. في عندي أقل عدد للليلات السائدة، هاد فيش ولا قليل سائد، إذا هذا بده يكون الفاتح جدا. طيب السؤال الثالث: حدد طرازين لهما نفس التأثير. اللي لهم نفس التأثير بده يكون عدد الليلات السائدة فيهم نفس الإشي. خلينا نشوف مين اللي بيكون إلهم. إذا الطرازين اللي إلهم نفس التأثير اللي بيكون عدد الليلات السائدة فيهم نفس الإشي. لو أنا جيت عديت على في عديت في الطراز هاد عدد الليلات السائدة 1 2 3، هون ما في 1 2 3 4، هدول 4، إذا هاد مش نفس الطراز. لا طيب نيجي هون، هدول أكتر 1 2 3 4، إذا هذا الطراز وهذا الطراز لهم نفس التأثير. ليه؟ لأنه عدد الليلات السائدة فيهم متماثل. هلأ في سؤال ضروري اللي مش موجود عنده السؤال في الملخص يكتب عنده: قارن بين وراثة فصائل الدم في الإنسان حسب نظام ABO ووراثة لون الجلد في الإنسان من حيث عدد الجينات المسؤولة عن توريث الصفة، وعدد الليلات، و هون موقع الليلات على الكروموسومات مش مطلوبة منكم. التأثير، إذا أنا خليني أكتبهم على جنب. قارن بين وراثة فصائل الدم حسب نظام ABO ولون الجلد من حيث أول إشي عدد الجينات المسؤولة عن توريث الصفة، وتاني إشي من حيث عدد الليلات، وتالت إشي التأثير. هلأ نيجي ل فصائل الدم حسب نظام ABO ولون وراثة لون الجلد. هلأ فصائل الدم حسب نظام ABO يتحكم بها جين واحد، ورمزنا له بالرمز I، جين واحد. هلأ بالنسبة للون الجلد ثلاثة جينات اللي هي الـ A والـ B والـ C. هلأ عدد الليلات حسب وراثة فصائل الدم حسب نظام ABO، في عندي 3 الليلات اللي هي الاي اي والاي بي والاي. اما بالنسبة للون الجلد
ست أليلات اللي هن الـ AA والـ BB والـ CC. التأثير، من حيث التأثير، هذا الجين يكون تكوين فصائل الدم. هنا التدرج في لون البشرة.